لك لو ما بيعرف نص مصيبة. لك طلع الشعر على لساني وأنا أقول له يا خالو هي فيها حبس، يا خالو هي فيها مسؤولية، اللي أبدا لو بعلومة شنقتي ما رح قر. أنا طرش الزيت لراسي من هالقصة، صحيح ما حق جلدك إلا ضفرك، أنا نازل شخصيا رايح جيبه مثل الطير. تعال هون كل شيء أنت تحط إيدك، بعدين أنا هلا مالي فاضية، المسا جاييني ضيوف على السهرة. إيه وش لاحر الشمبر تبعي؟ ما قلت لك بيتمرن على التخلف. إيه خلص تبعت وياه، العمى تضرب منك إله إله. أنا شو دخلني؟ طلعت. أخي أنت لا تتدخل بأموري، فهمت ولا لا؟ بعدين شو هي مجلة الفانوس؟ هي مجلة فيها زاوية نفسية، تبعت لهم مشكلتك يعني يصيروا لك الحل. وبيطلع منها شيء يعني؟ لك يا أخي بعدين هي المجلة بينصحوك شو تساوي؟ فيها خبراء نفسيين للناس النصريع النهبي النهويس يعني. انت بعدت لهم شي مره؟ لك انا صرت كاتب لهم اكثر من 100 مره وعلى طول بيردوني بالزاويه. اف اف كل هالقد عندك مشاكل؟ لك انا ما عندي مشاكل، بالعكس انا فاضي. بقعد لك بهالليل بدي استنى شو بدي اعمل؟ بلش قصص، شي باسم العاشق والهان، شي باسم المعذب الواقعه، كل يوم شكل. وبتبعت باسم بنات كمان؟ ليش شو في ورانا؟ بس انا بنصحك ها لا تبعت لهم مشكلتك، لأنه أنا صرت كاتب لهم شي 4-5 رسائل فيهم مشكلتك، وكل مرة بيجيني الرد واحد، انسى أمر هذه الإمرأة يا غبي. لك ليش عم تاكل هوا؟ أنا قلت لحالي بركي شي مرة بتلزق يعني. يلا بلا حالك فاضي، قوم ساوي قهوة. تصطفي تصطفي، أنا بساوي لك قهوة وأنت شرب وارفع ضغطك. امشي خلصني. نعم خاله لأمي رشيد مات. عظم الله أجركم. عظم الله أجركم. شكر الله سعيد. عظم الله أجركم. مين؟ الله يرحمه شو كان منيح. الله يرحمه، رحمة الله عليه، رحمة الله عليك يا خاله لأمي. أمي العمر إليك، العمر إليك. مات خالي رشيد. خالي رشيد مات؟ إيه مات. لك أنا دول تبعت له أول مرة، شو عم يساوي برا؟ لك شو عم يساووا؟ قولي لي شو عم يساووا؟ هدول شوفيرية المدامات. شوفيرية المدامات؟ فوت على المطبخ. يعني ماما فوت على المطبخ. يا اهلا وسهلا، اهلين وسهلين، نورتوا وانستوا. يسلقوا بدنه هالكونديشن، ما لا ينتزع الا على زيارتكم. فكرتوا مار، قام طلع مامار. شو عم تساوي انت وياه؟ كسرت البيتفورات. عمك عم وصيتني ما مد راسي برات باب المطبخ ابدا ابدا ابدا، مشان شو؟ مشان ما يشوفوني رفقات النسوات تستحي فيني لانك. وانا زقيت زق لحتى فتت على المطبخ والتوقيت رقابهم هن عم يتطلعوا علي مثل الصراصير. خلصنا بقى انت وياه، حبيبي جميل هون اريح برود. عم تروح المفرزه اللي برا بتشهي. لساتكم قاعدين ما جهزتوا لي العصير؟ وجدي رشيد ماما شو بدي الثانيه؟ يعني بدنا نتركه هيك لاطعينه؟ لك نحن صحنا نطيلعه قلنا لا. طيب بركي اعترف انه مو هو صاحب البسطه. انا فرجت رجيته للمحقق انه اذا حصل معه شيء اتصل فينا لهون. هلا لا تخيلوني خلينا نرجع على التليفون. يا حدا يرد تروحوا خنق.